بعد عناء البحث عن حي نظيف وجميل بين أحياء بلدي البراق، وجدنا المفاجأة، حي كربونال بوسط بلدي البراق. مساحة خضراء وسط الحي ظهرت للوجود، صنعتها مبادرات جماعية لشباب اتحدوا تحت غطاء جمعية النور المحلية، مغيرين وجه محيط حيهم إلى الأحسن. فمن شبه مزبلة أوجدوا جنانا خضراء، ومن فضلات مهملة ابتكروا تحفا فنية، فأثبتوا أن التزيين يحتاج لثقافة الوعي أكثر من الأموال التي تستفيد منها الجمعيات الخيرية دون أي ظهور لها على أرض الواقع، أو مكتفية بتوزيع الكمامات وتعقيم المدارس بسائل غريب لا رائحة له. فألا يستحق هؤلاء الأسود دعما ماديا باستلام للإعانات كبقية الجمعيات واهتماما من السلطات؟ الشباب هذو هما اللي يدير الحفايس هذو ما شاء الله، ينقي الكونتيزي يحط دراهم كاع من جيوبنا ماشي من الشباب. ونشكروهم بزاف الشباب هذو، ونحبوا شغل كاين حفايس وتعاون شغل تعاوننا شويه بها الدوله هذه، شغل الولايه البلديه كاين حفايس لازم يعاونونا شويه، ونتبع عبره كاع يدك البراقي مجال فوق يتعامل اللي عنده الحي الجمعيه هذيك عنده جمعيه حي يتهلا في حومته هو مدراهمو شويه مدراهمو وتعاون البلديه، حنا نطلبوا البلديه الولايه اي عرسه يعاونونا في هذو المبادرات هذو. والحمد لله انكسر بهم انكسر حي السكان الحي بارك الله فيهم، دايرين فينا الثقه. واش نقول لهم؟ يعطونا ودائما يدعمونا. والشباب سقط الشباب، الشباب هو صح، الشباب طف الشباب عارف كيفاش تهضر مع الشباب، راهم صغار راهم صغار يعاونونا، شحال في عمره 10 سنين يعاون 10 سنين يجي ينقي معاك ويسبق معاك الحمد لله. وان شاء الله تعمم كاع في 48 ولايه، ونطلب من السلطات يعاونوا كاع الجمعيات تاع لي يخدموا ماشي لي بلا ما نهضروا حتى الاخرين. والسلام عليكم. السلام عليكم، بارك الله فيك فاروق. يعني رغم الامكانيات المحدوده والبسيطه جدا، رغم ولاد حومه المصغر لهنا الشباب راهم يتحركوا، كاين حركه كاين نشاط باين، وشافوه هنا سكان حي كربونال اللي كاين نشاط وكاين حركه في الاونه الاخيره. بارك الله فيهم هاد الشباب يعطيهم الصحه، رانا بالعقل رانا جايبينها بالعقل، الحومه ما كانتش هكذا، رانا نشوفوا باللي كاين تحسن ملحوظ بالبزاف. كي نكملوا هكذا ان شاء الله باذن الله راح نزيدوا نديروا امور كثيره. نطلبوا من السلطات المحليه اولا انها تنظر لهذا الحي ولهذا الشباب نظرة اعتبار، وتشوف المجهودات اللي راهم يديروا فيها، وبارك الله فيهم لجان هادو ما يعطيهم الصحة، وكملوا على الوتيرة هادو، وما تشوفوش الانتقادات الهدامة، شوفوا الانتقادات البناءة، شوف الحاجة اللي تزيد تدفعك للأمام، الشيء اللي ترجعك للور،
بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والسلام عليكم. وش هي الرسالة اللي توجهها للسكان الأحياء المجاورين لحيكم بحكم أن الحي الوحيد اللي راهو هنايا نظافة شغل الرسالة الرسالة اللي نوجهها لسكان الأحياء الأخرى المجاورة وكل سكان الأحياء في الجزائر أنهم ما يستناوش التدعيم خاصو كان يبقاو يستناو في التدعيمات من الخارج ولا من السلطات المحليه راح تبقى الاحياء تاعهم هكذا يديروا كيما رانا نديروا حنايا رانا نلمدوا من جيوبنا صح لازم تكون كاين تدعيم لازم ولكن لو كان يبقى يستنى بزاف يبان واش يدير هذه شويه حنا ما راناش حي غني ما عندناش حنا رانا حي متوسط بسيط فيه فقراء فيه معوقين فيه ان شاء الله هذه راح ندرسوها في الايام الجايه ان شاء الله فهمتني حاجه قليله الجبل باش كيفاش تكون الجبل بالحصى الصغيره شويه نتقدموا للامام باذن الله هذا واش نقول يعني كجمعيه النور عندكم مشاريع مستقبليه يعني مساعدات انسانيه في رمضان هذا درناهم احنا رمضان اللي فات درناها احنا ماشي احنا بلا جمعيه كنا نديروا فيها هذا السؤال درنا في هذا الازمه تاع كورونا درنا الشباب كاع واش كان الدراهم لموا السكان لموا بعضهم اللي ما كان محتاج بزاف عاوناه في رمضان كاين تاع دراري صغار عاوناهم اللي ما محتاجين عاوناهم هكذا غير في رمضان ماشي بالرقي كاع دخلت نعاونوا شغل راك تعرف شو جانا هذاك 50 واحد شحال يحط نديروا هكذايا ونديروا شغل وانا حبينا مازال ان شاء الله رمضان هذا ان شاء الله باذن الله نزيدوا نعاودوها وفي المفعيل نزيدوا نعاودوها في كل مناسبه نعاودوها نديروا هذا الحوايج. يعني كرئيس جمعيه انت عندك اكيد عندك مطالب توجهها وش هي المطالب تاعك اللي توجهها المصالح ولايه الجزائر المكلفه بالجمعيات يعني انا نشوفه هنا على مستوى مصالح بلديه بلديه احنا مش مطالب بزاف ما عاونوا الناس كاع احنا كتب عليك حاجه اللي درناها هنا في الحومه يعني بامكانيات شخصيه ما عندنا حتى حاجه عاوننا بها كش واحد كش حاجه ما كاش برا هنا كاش حنا كاع بينا واش درنا واش عاوننا واش صبرنا واش هواينا كاع شخصيه نطلبوا منهم يعاونونا واش نحنا نطلبوا حاجه اللي مليحه للحي اللي براقي حاجه البلديه براقي ماش نطلبوا عطيني دراهم بنا باش نديهم ولا يجي نعطيو دراهم يبين له انا نبين له واش ندير بالدراهم هذوك ماشي دراهم يبين يعاونني كاين صوالح تعاوني فيهم كاين بزاف كاين جمعيات هم يعاونوا فيهم ماهمش يخدموا بالراقي ماهمش يخدموا يعني كاين جمعيات تستفيد من ميزانيه على مستوى البلديه بزاف جمعيات تستفيد من ميزانيات وشرا عليهم شحال هنا في البلديه وبالراقي بالبلده كبيره كاين بالك كاين ثلاثه ولا اللي يخدموا الفريق كاع ما كاينش شحال كاين واقيلا 12 ولا 20 ما كاش كاع يدو دراهم ما يشوفوش شنو يخدموا كي تاع البارود كي تاع الخيط كي تاع واش نطلبوا منهم يعاونونا بحاجه نورمال بسيطه كاين امور نعاونو حاجه صغيره حاجه تعاونني معليش يا خو ما كاش دراهم ما شنو كتعطيني دراهم انا باش كذا دراهم باش نخدم بهم عبد كذا منا حنا باش نديروا الخير في بعضنا نديروا بعضنا انا باش جاري ولا عبسه خصو حاجه عندكم مقر هنا على مستوى بلديه براقي ما عندناش مقر مقر احنا نطلبوه ما زعما كنتش نطلبوا المقر باش نديروا مقر وانا حبينا نطوروها هذه الجمعيه ماشي غير الحين نطوروها ان شاء الله باذن الله عندنا الاهداف ان شاء الله هذو الشبيبه يحبوا شغل تبين حبه تدير الخير وحبه كذا خاصكم ندير لهم امكانيات الشبيبه هذو يخدموا ولا غير ماشي الشبيبه هذه واحد يقول الشبيبه هذه تاع كاشي واحد شعره واحد يقول سروال وطايح لا خويا هذا السروال وطايح عبك بدل لك شحال من العبس سروال وطايح على حالك في النظام الاولاني باينه هذا شكل باينه وش بوتفليقه 20 سنه النظام هو نحى بيا الشيء هذا الشباب الصغير اعطي له عبسه دوك انت هذا اروح هذا شحال في عمره صغير اقسم بالله غدر ينفق كاع هذا صغير قاع ينفق والله غير كيف نديرو في لما غيعطيك 5000 يجي يعطيها خمس كيعاونك ب 5000 ماشي زعما 5000 شوف الجاست اللي دارو يكون هذاك الاون جا عنده كي صغير ان شاء الله تتعمم ان شاء الله ربما مسؤول في عون هذا كان يعاون الشباب مش الشباب هذا ما كان والسلام عليكم هيا صباح السلام عليكم خوتي احنا حبينا نقولوا هذه الجمعيه ما نتعاونوا ما بيننا احنا نطلبوا الصور وطاعه تشوف فينا هذا ما كان ما نطلبوا والو كاين تم يدوا حتى 70 مليون 80 مليون ما يديروا والو
هم يتقاسموا فيها ميديو بيجي تاع 10 مليون. انا شفناهم داو تاع كمامات كمامات شحال تاع دوكا كمامات يجي قماش يروح يخدموا على اساس جماعه عنده لاغيمو يخدموا له القماش باطل للخياطين هذا بعدو يروح يدلك ماكسيموم تاع 10 مليون يخسر 10 مليون وتدي لك بيجي تاع 80 مليون راح في كمامات كذا هم يزيدوا يمدوا لهم هم يدعموا فيهم والبلديه على بلا والناس اللي يدعم فيهم على بلا وهم ما يديروا والو بصح يدعموهم. احنا هايلي كحي احنا حي صغير وبسيط هذا ما كان يغزروا لينا يشوفونا هذا ما كان مانيش نطلبوا حاجه كبيره ولا حنا عندنا بزاف مشاريع. انا حابين نشوف كراسة حابين نشوف لي طونت كاين بزاف كاين عراس كاين جنازات انا حابين نشوف فيكو يغزروا لي يشوفونا هذا ما كان مانيش نقول لكم مدونا ولا سبون لا انا نخدموا مدونا باش نزيدوا نخدموا ونطونسوا هذا ما كان كاين بزاف حنا مشانا حنا كي نديروا حاجه تاع ماشي غير في الحومه انا عاوننا على برا كاين هنا عباد على برا مدينا لهم ماشي غير على حومتنا احنا ساعدنا كاين بزاف عباد فقراء بصح حنا ثاني انا نشوفوا لي يستاهل يدي لي ما يستاهلش كاين جماعه على برا تفضل لنا كاين جماعه على برا نزيدو نعطو لهم كاين بزاف الحمد لله هذيك تروح منا دي فيديو منا حتى الجامع الحمد لله انا نقو فيها كل يوم سقسيهم كامل يقولوا الجمعيه تاعنا راهي معروفه ما قريتو صغيره بصح انا نقول الحمد لله هذيك راك شفت الحومه كيفاش رجعناها الله يبارك نطلبوا شويه تدعيم هذا ما كان وبارك الله فيكم.